شديت 12 الرصاصة التي تتساءل ساكنة جوجة عنها، والتي أثارت نوعا من الرعب في صفوف الساكنة بعد حادثة مقتل ولد المشغوفي، حيث وجدت نوعيات منها. تعود الرصاصة إلى شركة شديت الإيطالية الصانعة لرصاص بندقيات الصيد. تستخدم الرصاصة عادة في صيد الطيور، كما عملت الشركة على تحسينها لكي لا تكون ذات كثافة دخانية. وتترجم كلمة شديت في القاموس الإيطالي بالإنفجار. تمتلك الشركة عدة ماركات أخرى وبشعارات متعددة، منها ما يحتوي نجوما ومنها ما يحتوي شعارها، أي شعار التنين. هذا ويجرم القانون الدولي استخدام الرصاصة لكونها تندرج تحت البند القانوني الذي يجرم استخدام البندقية ضد البشر في حالات السلم. يبقى السؤال هنا، لماذا ظهرت بقايا رصاص الصيد هذا في ساحة تظاهرة سلمية يكفلها حق القانون، ومن المسؤول عنها؟